دنيا وميكانيكا السيارات، وطبعا كنا نتريق على اي ست نقول لها انت اخرك ماسكه الدركسيون. فنلاقي النهارده ماسكه الدركسيون وتعرف تظبط العربيه لو وقفت ولا عطلت ولا سخنت ولا ولا ولا. فاحكي لنا يا دنيا الموضوع جه ازاي، وهل ده شغف ولا اضطرار ولا ايه الموضوع؟ لا، هو في البدايه كانت يعني دراسه اضطريت ليها. اضطريت في الاول، اضطريت بس حبيت الموضوع. حبيت الموضوع لان هو بين قوسين كده الرضا، انت بتبقى راضي باختيار ربنا ليك، فربنا الله بيراضيك. الله عليك. فانا رضيت بالطريق بتاع ربنا، فلقيت نفسي انا حابه قوي المجال. اول سنه كانت صعبه شويه، بعد كده واحده واحده لا، بدات انا اخد خطوات وانزل ورشه وعايزه اتعلم واروح الجزء العملي في الكليه اكتر من الجزء النظري. ما يبانش على جسمها كده يعني، اخرها بيا تتعلم مش تعلم. انت بتعلمي؟ انا بعلم ميكانيكا سيارات. انا مدربه ميكانيكا سيارات يعني، وقصة ميكانيكا بعد الدور. قصة ميكانيكي بس لما جيتي خلصتي دراسه وقلت لهم انا بقى عايزه اشتغل في القصه دي، استغربوا في البيت؟ هو من بدايه الدراسه كان في استغراب وعلامه استفهام. يا بنتي انت بتعملي ايه؟ بتتعلمي ايه؟ بتتعلمي ايه وانت يعني دي مجال الولد، انت مالك بيه؟ فقلت لبابا لا، انا يعني هاخده كدراسه كده وهكمل كارير. انا كنت حابه بقى ديزاينر وحاجات في الملابس وكده. دي فقال لي خلاص، قال لي يعني دي هتبقى خطوه، وتبقى خطوه فقط لا غير. ولكن سبحان الله انا حبيتها جدا. بعديها حبيت ان انا كان في مسابقه في مكان شغلي في الاكاديميه، قدمت فيه. وبعد كده من المسابقه بقى لما خدت مركز ثالث مقرر ما شاء الله اصبحت اول مدربه في الاكاديميه. عارفه فكرتيني بايه؟ بجواز الصالونات، اللي هو يا بنتي اقعدي مع العريس يمكن تحبيه يطلع كويس. لا لا، فيجبروها فتقعد معاها تقول الله ده طلع ده لطيف قوي. ادوا فرصه، ادوا فرصه لنفسكم وللعرسان وللشغل.